الحكاية بدأت من أكتر من سنة لما قررنا نعمل حاجات بجد لأهالينا في الصعيد. شفنا أكتر الكرة احتياجاً للإعمار وبسرعة خططنا وكمان نفذنا في 7 قرى بمختلف أنحاء الصعيد. فريق حديد المصريين بالتعاون مع جمعية الأرمان رمم البيوت وأتم زواج مئات الفتيات وافتتح الكثير من المشاريع الصغيرة. لكن المرة دي المبادرة كان لازم تقدم أكتر من التعمير، كان لازم تقدم رسالة من أرض السلام. احنا طالعين شمال سيناء، القرية الجاية قرية الخربة في شمال سيناء. رجالتنا اللي بيحاربوا الإرهاب مع الجيش هناك لازم يستحقوا برضه ان احنا نبص لهم. وهنرجع على الصعيد تاني، والله هنرجع على الصعيد تاني. حديد المصريين قرر تفعيل المبادرة في قرية الخربة بمحافظة شمال سيناء عشان تكون سلاح خير ضد شر الإرهاب اللي بتواجهه، عشان تقدم رسالة اننا واقفين جنب سيناء وأهلها وشهدائها. احنا النهاردة في قرية الخربة في شمال سيناء في تبع الدائرة الثالثة مركز بير العبد. لو عملنا علامات للفقر هيكون يعني مستوى متدني جدا، بيوت متهالكة، ناس مستواها المعيشة بسيط جدا. الشكل العام للبيوت ومنظرها وحتى معذرة قلت أنا وحتى أساسها داخل البيوت فرشها في إشكالية كبيرة بالنسبة لحياة الإنسان. وعلشان نكون إيد واحدة في وطن واحد ونقدم العون للجيش والشرطة في حماية أهل سيناء كان لازم نبتدي وبسرعة. كل اليد العاملة اللي اشتغلت في القرية بنسبة يمكن 80% من أبناء القرية. بقول لك يستحيل إن في حي واحد يضحك عليه بالليل أو تاني يوم أو تاني شهر وقول لا دي بلد مش نافعة ورجال أعمال مش نافعين وبلد فاسدة. هقول له لا كانك بتكلم عن فساد، عن بلد مش نافعة، لا تعال شوف هذا جهد الخيرين من رجال الأعمال. نسعد بجمعية الأرمان والرجل الأعمال المحترم اللي بيضرب المثل والقدوة الحسنة والطيبة لكل رجال الأعمال الشباب بالذات المهندس أحمد أبو هشيمة، ومهم جدا نرفع له القبعة والله ونرفع له راية الفخر والإعزاز. أيضا اهتم برضه بالجانب التنويني للفتيات، وعلى ما أعتقد هتشوفوا الافتتاح بإذن الله مشغل للفتيات بشكل حديث يرفع من كفاءة البنت القرية ووفر لها فرصة عمل بإذن الله شريفة، وحاجات مبسطة يعني مش حاجات معقدة تناسب أوضاع الريف والقرية المصرية. سينا الحدود سينا الجرود سينا العيون السود ملامح أهلنا سينا المكان سينا الزمان والجيش معانا عشان نعمر أرضنا. شكلها حلوة خالص، كان شينا بس انتوا عملتوها الله يقدركم، خلي لكم الخير ويحميكم، الله يخلي لكم سيسي وخلي لكم كل الناس. زي ما احنا شايفين دلوقتي أصبحت البيوت أنا أطلقت عليها اسم فلل سينا. فطبعا بعد ربنا ما كرمنا بجمعية أرمان وشركة حديد المصريين فربنا كرمنا ويجوا معهم الخير. بسم الله ما شاء الله وسعوا لنا الدنيا والمية والنور والدنيا الحمد لله ولله الحمد. عشان حبيبة روحي سينا تحبني بإيديا وإيدين أهل سينا تديني، هي العمار والانتصار من كام سنة، هي العمار والانتصار من كام سنة. حديد المصريين بإيدين أهل سيناء
قدرت تساهم في إعادة إعمار 100 منزل بالكامل من الأساس والفرش والأجهزة الكهربائية وتوصيلات المياه، 50 مشروع تموي على 50 أسرة، التكفل ب 25 حالة زواج، إنشاء مشغل للملابس السينوية، توزيع عدد 2500 قطعة ملابس. احنا مش مصدقين ان احنا في حلم، والله في علم حاجات حلوة انعملت لنا والله، ونشكركم جميعا كل اللي قام بالمهمة دي، ونشكر كل من ساهم وحط مبلغ في ده، يا رب يكون في ميزان حسنات. مكانها غالي في قلبنا، هي التاريخ ومكانها غالي في قلبنا. حديد المصريين، جيل جديد من حديد.